فقال رجل لزوجته خذي العفو مني تستديمي مودتي، أي ما عفى من أخلاقه، خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، إذا غضب اسكتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقروني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. قال: فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها. شو المغزل؟ تغزل الصوف، يعني تشتغل في حاجة البيت، والمرأة لو قسمت أوقاتها على الواجبات في البيت ما كفاها الوقت. قال: لا يكثر صعودها واطلاعها، تصعد وتطلع على الجيران، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة، تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوته في الكلام، يعني لا تقول ماذا تريد منه، تريد هاتفة تتصل به. قال: غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج، يعني لا تكون كثيرة السب للأولاد، تسب الأولاد ثم الزوج، تصرخ في وجهه وتراجع في كل ما يقول. قال: ومن آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. قال: ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، يعني تلزم الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. قال: وما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها أن لا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10، وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. قال: ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها،